السلام عليكم خاوتي الاعزاء، مرحبا بكم في قناتكم محمد ادم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. المهم خاوتي، رانا في شركه ليديون اوتوموبيل في مدينه فرايبورغ، وكاينه منا سيارات قديمه اقل من 3000 اورو 1000 ومنها. حرت اذا نصور هذو اللي السعر تاعهم ما بين 30000 و 20000، كيما هذه 20000، كيما هذه 16000، وكاينين هذه 28000 اورو، هذه 39000 اورو، وهذو هذه 34000، هذه 28000، وهذه 13000، 13260 مليون. وكاينين منا ثاني خاوتي خريدات زينين كيما قالوا الاخر، هذه ب 28000 جي تي وجي رايح. وكاينين طوموبيلات اللي حبيت انا نصورهم، حبيت نروح من هي، لكن من بعد الراي غلبني، الراي غلبني وقال لي روح مني منا. ثاني منا كاين سيارات شابين خاوتي، كيما هذه فوكس فاغن تيغوان 2.0 تي دي اي شابه ثاني 2016 121000 كيلومتر ديزل اوتوماتيك، ما تخش الجزائر صالحه للناس اللي عايشين في اوروبا مقيمين. 2.0 تي دي 26800 اورو، 150 بي اس، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، 560 مليون هكذاك. وهذه ثاني 28000 اورو مرسيدس بنز ام ال 250 2014 ديزل 100000 كيلومتر 204 بي اس اوتوماتيك 28000، معناتها تقريبا 600 مليون. نشوفوا برك هذه، نطلعوا الخريده هذه تاع تيغوان، الله يبارك يا ودي. النقا هنايا راني نقول لك يبعبع النقا. شنو هذا؟ شويه سخونين، الله يبارك ما شاء الله. زيد تيغوان زينه. كاينين هذو هما اللي جيت على جالهم، بصح اذا نزرب شويه يمكن نلحق بهذوك اللي من هيه. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، صلوا عليه. المهم نبداو بهذه الخريده، فولكس فاغن اوب صغيره هذه 9600، معناتها تقريبا 210 ملايين جزائريه، ماشي 46000، 60 بي اس، بنزين 2015، ما تخش الجزائر، هاو السعر، ما تخش الجزائر لكن صالح الناس اللي عايشين في اوروبا. طوموبيل شابه صغيره هايله ما شاء الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. صح نجول هذه اي هي شابه هذه سيريسات هذه، صلوا عليه خاوتي، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. هذه زينه زينه شابه احتلت، الله يبارك ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم صل وسلم عليه، صلوا عليه تربحوا خاوتي، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. قلنا هذه السيريسات هذه الشابه هذه الله يبارك ما شاء الله، شو نضربوا عليها دوره هكذا، لا لا زينه ما شاء الله. داخل الشبوب ولا هبوب ثاني نقيه حتى لتم كاع، الله يبارك ما شاء الله. 2.0 تي دي ما تخش الجزائر لانها ديازل، لكن الناس اللي عايشين في اوروبا يقدروا يشروها ويقدروا. المهم السعر تاعها 12800 250 60 مليون هكذاك. 2.0 تي دي 2014 ديازل ماشيه 200000 اوتوماتيك 150 بي اس شابه وهايله وحنونه وزينه وسيريسات من الكبار. وشنو كاينه معلومه برك خويا العزيز اختي العزيزه، هذا المحل هذا يبيع غالي شويه باش نفهمو برك، السعر تاع السيريسات ماشي 12000، تسمى باش نفهمو وباش ماشي كاين بزاف اللي يخرج لي في التعليقات يقول لي غالي. شوف خويا انا وين غالي، نقول لك غالي وين رخيص نقول لك رخيص. هذه السيريسات حدها 9000، 9000 شابه خاطرش راهي تبان نقيه وشابه وحنونه، 9000 8500 خاطر تلقاها هكذا بصح جوايه برلين، لان احنا وين نسكن جي انا وين نسكن الحدود تاع سويسرا وفرنسا السيارات غاليين شويه، لكن السيارات كيما هكذا جوايه برلين اقسم بالله استغفر الله يا ربي وما كان له نحلف 7500 اورو تجيبها صح يسلمك يجيك الخير. اللهم صل وسلم عليك رسول الله. نروحوا للسياره اللي موراها، صلوا عليه. السياره اللي موراها اكس ان،
ثاني شابة حنونة هايلة تقريبا. هادو كاع ما يدخلوش الجزائر، هادو تقريبا كاع الله يبارك ما شاء الله. نحاولوا نزربوا شوية باش ما طاحش علينا الظلمة، راهي المغرب اكس ان. يلا هايلة ثاني زينة. بصح وشنو قلت لكم الأسعار زايد شوية. 2013 ديازال 200 ألف كيلومتر، 143 بياس، 9500 أورو، معنتها تقريبا 200 مليون. 2013 شبوب ولهبوب. صلي على رسول الله ونروحوا للطوموبيل اللي قدامها. الطوموبيل اللي قدامها فورد فيستا ترين 3900 أورو، معنتها 80 مليون جزائرية. ومع ذلك السعر تاعها راه طالع شوية هنايا. قلنا الكراج هذا راه زايد السومات شوية، لكن حنا نجو نصوروا كاع أسعار السيارات. الله أكبر، نصوروا كاع اسعار السيارات خاوتي في كاع الكراجات. قلنا دائما جوايه برلين الفوق اللي تكون السيارات ارخص. 2009 بنزين 187 في كيلومتر، 82 بياس، والفيتاس تاعها عادي 3900 اورو. شابه وهايله وحنونه. صلوا على النبي تربح، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. نجو طوموبيل اللي موراها اوبيل زافيرا سي 11600، 240 مليون هكذا جزائرية. الشبوب شابة، لكن السعر تاعها نزيد نقولها المليار المرة المليار، راه زايدها حبيبنا شوية. هذا الكراج يخدم بالسومة في مدينة فرايبورغ. اللهم صل عليك يا رسول الله. شابة 2014 ديازال 181 الف كيلومتر و 400، 194 بي اس، فيتاس تاعها عادي 11600. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. المهم طوموبيل زينه، صلوا عليه. روحوا اللي قدامها، اللي قدامها هذه فوكس فاغن جولف 5 براك شاب 4800 اورو، تقريبا 100 مليون جزائريه، ميم با 100 مليون جزائريه. ها شو نطلعوا عليها منه. ومع ذلك السعر تاعها 4900، ومع ذلك خاوتي 4900 غالية. نزيد نقولها في كل طوموبيل راني نقولها، باش معناتها هذاك الذباب اللي راه مهبلني راه غالي غالي. شغل الكراج تاعي وراني نصور له انا منه. 2007 1.9 تي دي 256 الف كيلومتر، 105 بياس، اوتوماتيك 4800. كاين الناس على بالك شغل هذا الكراج تاعي راني نصور له انا باش يجي يشري من عندي، يبدا يقول لي غالي غالي. انا راني نصور لك باش تديه فكره، وبنصور لك باللي عايشين في اوروبا يجي يشري هنايا وربي يسهل ويفرحوا ان شاء الله. هذا ما كنفرحوا الناس باش نحنا ثاني يفرحونا الناس. اللهم صل وسلم عليه رسول الله. صلي عليه، ضرب الله قدام خوك طوموبيل اللي موراه.